راجعتنا عشرات الإصابات متعرضين لمادة سامي كيماوية، حيث بدأ على الأعراض على المرضى أعراض تضيق حدقات شديد وهياج وزبد. تم تقديم العلاج اللازم لهم وتحويلهم إلى العناية المشددة في المشافي في المناطق المحررة. اليوم 30/3/2017 استيقظنا على عدد كبير من المراجعين والإصابات من المدنيين، حيث تم قصف وبشهادة أحد المصابين مناطقنا المحررة بمادة كيماوية بالطيران الحربي. أيضا ظهر على المرضى أعراض تسمم بمادة فوسفورية على الأغلب، حيث بدأ عليهم هياج شديد وزبد واختناق وتضيق حدقات شديدة، ومنهم كان في إصابات خطيرة تم التنبيب وإعطاء المواد اللازمة من التروبين والأكسجين والإسعافات الضرورية، وتم تحويلهم أيضا إلى المشافي في المناطق المحررة. وللعلم تم إصابة عدد من كادرنا وتأثرهم.